كتبت عن الإعلام، وكتبت بالتحديد مقال اسمه هنا القاهرة. تمام، ده بمناسبة عيد الإذاعة. عيد الإعلاميين. عيد الإعلاميين بالظبط. أنا في الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بتضايقني أو بتلفت نظري أن الإذاعة لم تعد لها جاذبيتها القديمة بسبب التلفزيون، بس اللي أنا أعرفه أن الإذاعة حتى الآن لها مكانتها في العالم المتقدم كله، ودايما في يعني مثلا الرئيس الامريكي ليه خطاب اسبوعي في الاذاعه الامريكيه مثلا، واخد بالك؟ الاذاعه هتظل هي العنصر الجميل المصاعب للمنتجين، يعني واحد فلاح في الحقل الاذاعه بالنسبه له دي حاجه جميله جدا طبعا. طب ممكن نقول ان احنا عندنا يعني محطات اذاعيه كتير، ما في منتشره، ما فيش نقاش طبعا. طبعا. امال اعتراض حضرتك على يعني اقول لك ايه؟ يعني مثلا اقول لك مثلا الايه، انا مش معترض، بالعكس انا بقول ان الاذاعه يجب ان احنا نحتفظ لها بايه، بقيمتها. ويعني انا شخصيا اتربيت على الاذاعه.